عندنا اخبار كتيره الحقيقه وعندنا ملفات كتيره، لكن زي ما اتعودنا مع حضراتكم قبل ما نخش كمان نشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. اخبار سريعه معانا هنا في المحترف هنبداها بابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش الحقيقه بيدعم الميلان، يمكن بعد خماسيه الديربي حضراتكم عارفين كان الميلان امام الانتر وخساره 5-1 امام الانتر. النهارده ابراهيموفيتش بيفاجئ طبعا فرقته الميلان بعقب طبعا الهزيمه الكبيره امام الانتر 5-1، كان متواجد النهارده وبيدعمهم بعد الخساره من الانتر. وزي ما بقول لحضراتكم يمكن ابراهيموفيتش طبعا يعني بيدعم فرقته لانه بيستعد لمباراه قويه جدا على مستوى دوري الابطال امام نيوكاسل في دوري الابطال ان شاء الله بكره. زار ابراهيموفيتش مقرر تدريبات الميلان صباح اليوم بشكل مفاجئ من اجل تقديم الدعم للاعبين قبل المباراه المهمه امام نيوكاسل. طبعا كان بعد اعتزاله او قبل ما يعتزل كان في عرض من ميلان ان ابراهيموفيتش يكون يتولى منصب اداري للفريق للربط ما بين الفريق ومسؤول النادي، لكن ابراهيموفيتش الحقيقه رفض هذا العرض. طيب من ابراهيموفيتش نروح لتشافي الحقيقه، تشافي وبرشلونه. تشافي بيقول ان برشلونه لم يفقد هيبته، يعني الهيبه بتاعت برشلونه ما زالت متواجده، وتشافي قال انه عايز ينافس على لقب دوري ابطال اوروبا. طبعا عنده مباراه يعني قبل خوض الفريق الكتالوني، طبعا المباراه في النسخه الجديده للمسابقه بكره امام انتريب ده بطل بلجيكا. وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراه بيقول حان الوقت لاتخاذ خطوه للامام في اوروبا، لقد وصلنا الى حاله جيده من حيث الشكل واسلوب اللعب، لقد بدات تظهر الجوده، ومن المهم معرفه اننا سنلعب في اعلى درجه من التنافس، اللاعبون متحمسون لكن يجب الا نصبح مهووسون، يجب ان نحافظ على مستوانا اللي ظهر به يوم السبت الماضي. كمان اضاف سنرى الى اي مدى يمكننا التقدم بمستوى الفريق هذا الموسم، الهدف هو التاهل من دور المجموعات ثم نتحدث سنتحدث ان يكون دور ال 16 يعني بعد عامين من الغياب. طبعا نريد ان نتقدم خطوه بخطوه. تشافي كمان قال ان احنا لعبنا بشكل جيد في الموسم الماضي لكن النتائج ما كانتش على المستوى المطلوب، وبيقول ان احنا عندنا فريق جاهز للمنافسات سواء على مستوى الليجا الاسبانيه او على مستوى الشامبيونز ليج. طيب اليوت كمان اللاعب لاعب ليفربول الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم اتكلم على صلاح بشكل اكتر من رائع وقال ما بين قوسين كده صلاح من عالم اخر. طبعا اليوت لاعب وسط ليفربول قال ان زميله محمد صلاح لا يحصل على التقدير المناسب والذي يستحقه. قال كمان اريد الا يرحل صلاح ابدا، امل ان لا يغادر ويبقى هنا لبقيه يعني لطول مسيرته ويعتزل في ليفربول، وقال ان سابذل قصارى جهدي للحفاظ عليه في ليفربول. كمان اللاعب تابع وقال صلاح لاعب لا يصدق، انه شخص رائع وتمتع بقدره متميزه في انهاء الهجمات بالاضافه لامتلاكه سمات ابداعيه يمكن الاعتماد عليه دائما، ولهذا السبب فهو موجود في التشكيلة الأساسية أسبوعيا وأسبوع تلو الآخر. أليوت كمان قال قدم أن صلاح قدم 3 تمريرات حاسمة يوم السبت اللي فات، إذا احتسب طبعا الهدف لصلاحي، وإذا لم يحتسب فإن محمد صلاح قدم تمريرتين حاسمتين، لكن في الحالتين إبداع محمد صلاح من عالم آخر ولا أعتقد أن الناس يقدرونه بالشكل المناسب. كمان قال تعرف قدراته، اعتقد ان كثره التمريرات الحاسمه اللي بيقدمها محمد صلاح بتكون مفاجاه من وجهه نظر الجماهير، لكن صلاح معروف بادائه وقدراته على التسجيل، كمان قدراته على الابداع، ويتمنى طبعا الافضل لمحمد صلاح، وزي ما بيقولوا كده من الصعب على اي منافس يلعب ضد محمد صلاح. تابع كمان يعني حديثه الرائع عن محمد صلاح وبيقول ان محمد صلاح لديه عيون في كل مكان، الحقيقه يعني تعبير جميل جدا جدا، وهو بيحاول يساله وبيتعلم منه بشكل كبير جدا، وقال ان هو قريب جدا من محمد صلاح، يعني اقرب ان هو يعني بقدر الامكان بيحاول يتعلم كتير من محمد صلاح سواء على مستوى التدريب في التدريبات او على مستوى اداء محمد صلاح في المباريات. ده كان طبعا زي ما بقول لحضراتكم يعني في لاعب انجليزي بيقول ان محمد صلاح كمان ما بياخدش التقدير المناسب،
خلي بالكم دي سمه الاوروبا كده، يعني هتلاقي الجماهير بتحب محمد صلاح وبتهتف بيه، ولكن في اول غفوه شويه بتلاقي الدنيا مختلفه تماما. ومحمد صلاح يمكن زي ما بقول لحضراتكم بيقدم موسم، بدايه موسم رائع جدا، وبالرغم عن كده واحد من جوه الفرقه وهو اصلا انجليزي بيقول لا، لغايه دلوقتي محمد صلاح ما خدش حقه ويستحق الكثير. كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح، هنتابعه اكيد هنا وكلنا متابعين محمد صلاح في البريمير ليج ومع ليفربول، وكل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح.